تواصل استطلاعات الرأي في تركيا الكشف عن تهاوي شعبية رئيس النظام رجب أردوغان وحزبه الحاكم. ففي أحدث استطلاع جديد أجراه مركز يون إيلم للدراسات والأبحاث في تركيا، أظهر تهاوي شعبية النظام الحاكم وتحالفه مقابل صعود حظوظ المعارضة. وبحسب نتائج الاستطلاع، فقد خسر تحالف الجمهور المكون من حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية المعارض كثيرا من الأصوات على وقع الأزمات التي تشهدها البلاد، ليحصل بحسب الاستطلاع على نسبة 39% من الأصوات. كما أشارت النتائج إلى تفوق تحالف الأمة المعارض المكون من عدة أحزاب معارضة أبرزها الشعب الجمهوري وحزب الخير، ليحصل على 41% من أصوات من شملهم الاستطلاع. ويأتي الاستطلاع ضمن سلسلة من الاستطلاعات التي تجريها مراكز الأبحاث بين الحين والآخر ليكشف بشكل عام تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد نتيجة سياسات أردوغان الداخلية والخارجية غير الناجحة. كما يأتي بعد الفضائح التي كشفها زعيم المافيا المقرب من النظام سادات بكر مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزير الداخلية سليمان سويلو، إضافة إلى سلسلة من الكوارث والأزمات كالحرائق التي شهدتها البلاد مؤخراً وأظهرت عجز النظام في التعامل معها. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.